والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دول بقية مسهل إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حب بين المدنياكم ثلاثة. يا غبري قولا في المدنيات ليش تبقي خوشة؟ الطين هو خوشي والنساء وجوع إلى قرة عين الصلاة. الله أكبر. هل هي عن كلام العربي هل هي أو شيء شيء مكان جامي ربها الشباب يا كمين يا مصاصنا فرمين الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. دنيا خوشية خوشية ودنياي آخرتها جي صالحة آخر زور مينيما يا مصاصنا فرمين الزواج نصف الإيمان نساء الشطر الإيمان آخر تاني وإيمان كوا قطع لخيزانا كان تاني صاروخ لخيزانا نرتيا بنجم نصدارين كوا بسيما كان حياة يقع في بس فاضل في المثنى وثلاثة وأربعة فاضل في الدوجة في المسين من ثاري بيكشر فيه فعديه وقع عدلتها لك فواحدة أقع عدلتها يقع بس بخوايا من يقع بيها سيري بيش بس الكريا زور زحمتها كافلت فاضل قائدة فنوي مكريا دي عفل وكنت يعينيا ناس دوكنا ما في بعض لا في بعض نا عشان شوان هاي كمان عفل يواتيك عفل بس زوري شا دو بون خوشي يا مصاف اطيب الطيب يا المسك خوشي بون بوني مسكا او بوني نبي دوزا هل كسر بوني لك اذا زدنا ايش ياكل الملائكه الذي كفتوا عصبينا من امام الشرنا حمو تعبوا الى خدام حتى اخذ تكاني ظلام لدرينا في حراما يا مصاف افر بوني لخدا الزانية زناي كدوا ظلام لما يهم بوني خدام هو الشيطان الملائكه تل خوشك عصبينا لي بزالة سير نيش كل ناقاتا بخوبي مفتوباتا ونيش لكاتا مكر خوادا فرموي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفتوبا فرمسل محمد نيش كل دن فرزا سر هم العلم نيش لك في مصاف دفن كافرة العهد بيننا وبين الصلاة بطلك فقد كفر أي نيش لك كافرة مفتوباتا نيش لك والله يدي أن استخدر وأمانة دارة لو بمانا نيش كل سيس بزور قويهيا قالوا لك رأيت في المجوه كما يجيكم قالوا لك دفتوا تمتار تامشون لك في يكاتان يا مصر في يكاتان لو قالوا لك أن يخسروا قطولكم شيء تزاني لهم لو مستعدوا قالوا لك فرمي زكتار مشون تمتار تامشون نازاني أسأل كرم العربية لبلوي أو خزار الهوادي هم ميكروبا أدام كشي كشي فعلوس تابتك تنسر لك تجيني شيئا ميكروبا نامي الله أكبر خواهد من دفتر مشروع ده من سال تمشروع أو دي قاية مدنية ميكروبا ما بس تشنيش على تشنيش أخواتا فاهمين قصلوا شخص بيجيكم قبزة ليش كده من الصلاة ده تنعي فحشاء كده هاي كفاهمين من سال تعمل بس تعمل هي تعمل شوني عم بسكم لك أنا سفاري وفيتك زيادة زيادة مدنية كتوب في نجيب وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد واحد أخي واحد عشب العربي طوالي دقيقة إخواني أخواتي إني مسافر حتى يصلي معنا أربع ركعات، الجامع لا يجوز يصلي ركعتين، يصلي معنا أربع ركعتان وثانيا لما استلم صلي ركعتين جمع تقديم، اللي أبعد من الأربعين والوصل 80 كيلو متر إذا بعيد تقدر تصلي جمع تقديم يعني صلاة جمع تقديم. حس أربعة معنا بالجامع، لكن بطريقة تصلي ركعة، تصلي معنا أربع ركعات بعدين ركعتين جمع تقديم، العصر تجيب يعني يسمونه جمع تقديم، يعني ثلاث جمع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حب الدنيا ثلاثة النساء رقيق وجعلت قرة عيني في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة وطيب أطيب الطيب عند السر. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. اسكوا واعتدلوا وعافوا.